شيخنا نقول يعني كل مكة حرم في ناس يقولوا هيك هو حرام لكن فضيلة الصلاة فضيلة الصلاة يعني لا فضيلة الصلاة صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام إلا المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة ما قال إلا في مكة وحدوثها للمسجد تقدر بحج المصلين أنفسهم كيف؟ حدوثها للمسجد الحرام إيه إلى متى إلى أين تبلغ؟ بحج المصلين ما هون في صورتين الصورة العادية هل بيصلي داخل الحرام كتب له 100,000 لكن امتلأ المسجد الحرام وخرجوا فهم الحقيم بالمسجد الحرام بس هذه صورة ايش خاصة لذلك قلت انا ان واحد يروح يصلي في مسجد غير المسجد الحرام ويدعي انه الصلاة هنيك في 100,000 صلاة لانه في مكة لا